وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، أي أنا خطأت عن الخطأ، بل العكس هو الصحيح، أما أنتم أشركتم بالله ما ليس له أي صفة من إله يعبد ويقرب إليه ويتكل وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. شوف ايش الرد، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. أشركتم مفهوما لنفسي ولا تخافون أنكم أشركتم بالله وحماقة بالتمام. وثم صوت الله لعنيه بعيد الأوطان، هذا حال الكرب الوزن الذي ليس لهم الكرب كما يسرونهم أبناء عم. الظلم والعدوان والسفاهة والادعاء ليس فيهم، ليس أهل العشرة ولا ليس أهل لهم الزكية ولا ليس أهل أن نعشرهم بسلام. ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل يعني سلطانا ولا برهانا. أي الفريقين يحق بالأمن؟ هيا قرنين الدوبر مكان إلى كل دين وذكر سكيرتي. أي الفريقين يحق بالأمن؟ وكل تعلم ما تجمع تحسن في الكلام فالدلام لا الإشكال الكبير هذا منا ولا منا مني الشخطة. قال إذا تعلم ما لم ينزلان رقم واحد فلا ينتبهوا إلى حجاج سيدنا إبراهيم خليل عليه السلام وقوة البرهان وصحة كلامي وقوة مواجهتي لأهل البطلان وأهل الشرك الخائنين للقرآن ما بقول على سيدهم الذي يغضب الرحمن والسلام على أهل الإسلام. اللهم ما كان لنا حلالا فزدنا منه وقودنا إليه.